مرحبا بكم في قناتي جيجا بيوتي. أتمنى أن يكون الجميع بخير. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو الجديد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على لايك. زيادة معتبرة في منحة البطالة حسب المستوى التكويني. أمرت الوكالة الوطنية للتشغيل في تعليمة موجهة إلى رؤساء على مستوى الولايات تحز نسخة منها بالشروع في رغبة مراجعة شاملة والدقيقة لقوائم المستفيدين من منحة البطالة، وذلك من خلال الرابط بين قواعد بيانات منصة منحتي مع نظيرتها من قواعد البيانات الخاصة للمؤسسات سواء التابعة لقطاع أو القطاعات الوزارية الأخرى. وأشارت التعليمة في هذا الصدد إلى اتخاذ بعض الإجراءات تزامنا مع عملية المراجعة الشاملة، حيث يتم على مستوى المحلي اختار كل المستفيدين من منحة البطالة بأن الالتحاق والتسجيل بالمركز التكوين قد انطلق منذ يوم الأحد 2 أكتوبر، وذلك إلى غاية يوم 16 من نفس الشهر الجاري، أين يتم التسجيل فئات الأطوار الثلاث وما دونهم، حيث يشمل التأهيل جميع المستفيدين دون استثناء ممن تتوفر فيهم الشروط، مع توفير المقاعد البيداغوجية الكافية على مستوى المراكز التكوين لكافة المعنيين مثل ما تؤكد التعليمة. أما على مستوى المركز فقد تم الشروع في غلبلة ومراجعة شاملة لكل الطلاب الذين سيتم تعويضهم، تشير التعليمة خلال الأشهر القليلة القادمة، وأن كل طالب لا يزال يزاول دراسته أثناء استفادته من جهاز منحة البطالة للسنة الدراسية الحالية سيعرض نفسه للمساءلة القانونية. قد طلب في هذا الشأن من فروع وملاحقات الوكالة الوطنية للتشغيل وإعلام المعنيين قصد التقرب من مصلحة الوكالة لتسوية وضعيتهم. أما على مستوى القطاع فيتم إقصاء كل من لم يلتحق بعملية التسجيل، وكذا المستفيدين الذين لم تتم تسوية وضعيتهم من كل الفئات من الأجال القانوني، وكذا إقصاء من يتحصلون على سجلات تجارية، كل مقصي للمساءلة القانونية، وإرجاع كل المستحقات إلى الخزينة العمومية. وكشفت التعليمة الوكالة الوطنية للتشغيل أن عملية المراجعة الشاملة لجهاز منحة البطالة ستخضع لشروط قانونية جديدة تسمح بزيادة معتبرة في مبلغ المنحة، وأن كل فئات ستمسها زيادة مختلفة حسب التكوين المهني والأكاديمي للمستفيد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. انتظروني في فيديو جديد إن شاء الله.